أحسن الله إليك. يقول: وهل يسن طواف الوداع للعمرة كما في الحج؟ صحيح أنه لا وداع للعمرة، وإنما الوداع خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بأن يطوفوا للوداع، وإنما أمر الحجاج فقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا في الحج. أما العمر فلم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين بطواف الوداع.